برضو بالنسبة ل 14 مايو كان أو يعتبر الذكرى الأولى امبارح لعودة رفات شهداء ليبيا طبعا يوم فرح لما نالت أرض مصر بركة عودة شهداء ليبيا الأقباط اللي استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في سرت في وأعلن عن استشهادهم بالفيديو الشهير للذبح في فبراير 2015 وأنهم فعلا رفضوا إنكار الإيمان المسيحي ورفضوا أنهم يتحولوا لأي للإسلام وبالفعل اللي طبعا كانت الاستشهاد ليهم عشرين من كرة سمالوت وقرية العور بعض كرة مطاي والشهيد ماثيو اللي برضو نيافة الانبا بفنوتيوس مطران صمالوت بيحاول يسعى عشان يعرف هل الشهيد جثمان الشهيد موجود لسه في ليبيا ولا آآ لا واذا كان في ليبيا هل ممكن يتم يعني يجي مصر وينضم لشهدائنا شهداء مصر في ليبيا في كاتدرائيه الشهداء الايمان والوطن الحقيقه طبعا انه بعد كانت كلام كتير واشاعات وكلام رايح وجاي كان الحمد لله انه جم بالفعل من سنه بالظبط لمصر ومصر وأرض مصر تباركت ودم دق الأجراس فرحة بعودة رفاة الشهداء اللي كان زي ما قلت لحضراتكم كنا فقدنا الأمل في عودتهم من كتر الكلام الكتير يعني. والحقيقة طبعا لأن كمان حتى من ضمن الإشاعات اللي كانت اتقالت إنه عشان كان التصوير الذبح جنب المياه البحر فكان قالوا إن هم ألقوا أجسادهم في البحر على أساس رد على إلقاء جسد الإرهابي أسامة بن لادن في مياه البحر بيد القوات الأمريكية ولكن نشكر ربنا فعلا إنه آه القلوب كلها فرحت وكلنا فرحنا لما اعلن النائب العام الليبي العثور على مقبره الشهداء بعد القبض على احد المنفذين للمذبحه واعترافه بموقع الاجساد وقيام السلطات الليبيه باستخراج الجثامين وكانت بركه ومجد فعلا رائعين انه الاجساد جت مصر وانه يعني وصلوا بالفعل زي ما قلنا 14 مايو 2018 بعد استكمال كل الاجراءات والتعرف على جثمان كل شهيد ووضع اسم كل شهيد على جثمانه زي ما حضراتكم شايفين والصوره وبركه كبيره جدا 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 يعني كل سنه وكلنا طيبين وفرحين بوجود جسامين شهدائنا شهداء الايمان المعاصر شهداء المعاصرين فعلا وجودهم في ارض مصر في ارض سامالوت في كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن وطبعا لن ننسي أبدا كل شهدائنا شهداء الجيل المعاصر